زالكايا لا أفكر في التجميل وأحب العفوية، وتعود لوزنها السابق وتؤكد زوجي يعتني بطفلنا. تمكنت النجمة التركية هازالكايا من أن تكون حديث الصحف في بلادها أمس، بعد أن جذبت إليها الأنظار بإطلالاتها خلال حضورها لعرض أزياء للمصمم التركي أوزغور ماسور. ويأتي ظهور هازالكايا بإطلالة اختارت لها اللون الأسود بعد قرابة 3 أشهر على ولادتها لطفلها الأول فكرة علي أتاي، وبعد الانتقادات التي تعرضت لها خلال حملها وبعد الولادة نتيجة لوزنها الزائد وعدم اعتنائها بنفسها وبإطلالاتها. هذا ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصورها التي عادت فيها لوزنها السابق، مجتذبة الانتباه إليها بجمالها واهتمامها بنفسها. وحضرت هازالكايا العرض وحيدة دون زوجها علي أتاي لتكون مركز اهتمام الصحفيين الذين سألوها عن كيفية قضائها لوقتها مع ابنها فكرة، إذ قالت أن طفلها يشبه والده وأنه ككل الأطفال يستيقظ ليلا لكن زوجها علي هو من يعتني بكل شيء، مضيفة بأنها تقضي أوقاتا سعيدة في تجربة أمومتها الأولى. كما أجابت هازال عن سؤال حول وزنها قائلة: بصفتنا نساء لا يمكننا أن نصدق ما تفعله أجسادنا بنا، أنا متأكدة من أنه من الصعب عليكم فهم ذلك، لكنني أكتسب الوزن بسرعة وببساطة فقدته. وأضافت: لا أريد أن تشعر النساء بسوء حيال أجسادهن، فأنا لا أشعر بذلك أيضا، ما يمكن أن يفعله جسدي هو معجزة حقا، والوزن بسيط جدا، ونصيحتي للنساء لا تهتمن كثيرا حيال زيادة الوزن لأنه ليس مهما على الإطلاق، ليس لدي كل ذلك القلق. وأضافت أنها تحب أن تبقى على عفويتها ولا تفضل أن تضع الكثير من مساحيق التجميل، وتبقى طوال يومها على طبيعتها حتى عندما تخرج إلى الأماكن العامة. حكت: لا أحب مساحيق التجميل، أضعها بشكل نادر، العفوية شيء لا يعوض بسهولة. وتابعت: لست مع التجميل لكنني لا أعارضه، أحيانا تحتاج لبعض الجراحات التجميلية شرط ألا تتغير ملامح الوجه بشكل كلي. وأضافت: لا أفكر في التجميل، أرى أن الوقت للحديث في هذا الموضوع مبكر جدا. وردت على الانتقادات التي طالتها بسبب وزنها خلال الحمل وبعد الولادة قائلة: ليس من الضروري أن أخسر وزني، المهم أن يتمتع طفلنا بصحة جيدة، الحمد لله، الحمد لله أننا جميعا بخير، وأي تفاصيل أخرى لا تهمني.